نكمل هذا السؤال ونسأل الآن إيش السرعة اللي راح يستقر عندها هذا الرد حتى يعطيني 20. مش بقدر أحسبها من القانون. عندي الفورس بيساوي I في L في B. أول سؤال عمالي بسأله قديش الكرنت المطلوب حتى ينتج عندي فورس بتساوي 20. مظبوط. يعني عم بقول عندي 20 نيوتن بتساوي I قديش L 10 وقديش B 0.1. إذا بصير عندي I شو بيساوي؟ بيساوي 20 على 1 ويساوي 20 أمبير. قديش احنا الكرنت بدينا فيه اول ما شغلنا؟ 400. اذا الكرنت راح ينزل من قيمه 400 لحد ما نوصل قيمه 20. في البدايه راح تكون سرعته عاليه، وبالبدايه راح تكون الفورس عليه عاليه، وراح تضلها تنزل سرعته لحد ما يستقر عند، راح تزيد سرعته لحد ما يستقر عند النقطه هاي. اذا عند اي، عند اي بتساوي 20، قديش راح يكون الباك اي ام اف عند ال اي تساوي 20؟ عندي اي بتساوي 20، راح يصير عندي هلا هذه الفورس موجوده من هون. هلا هون نرجع للدائر اللي موجود هاي. عندي هون 120 فولت، عندي هاي 0.3 امبير. هذا كانه صار زي جنريتر افكت. مزبوط. قديش الكرنت اللي ماشي فيه؟ 20 امبير. قديش اذا الفولتج هون بده يكون في باك اي ام اف شو بيساوي؟ 120. عندي فولتج 120 مش هيك؟ 0.3 في 20 قديش؟ 60. بصير عندي هلا في باك اي ام اف زائد اي اي ار اي بيساوي في سبلاي. مضبوط؟ حسب كيرشل فولتج لو. هذه قديش؟ 120. هذه 0.3 في اي اي. بضل هاي بقدر احسبها مش هيك؟ حسب كيرشل فولتج لو. اذا عندي اي قديش؟ 20 امبير. هذه 0.3 زائد في باك ام اف ايش بيساوي؟ 120. اذا في باك ام اف شو بيساوي؟ 120 ناقص 6 بيساوي 114. يعني السلك هذا رح يكون ماشي في اللحظه اللي هو ماشي عليها عم بسحب 20 امبير، قديش الفولتج عبر اطرافه هون رح يكون؟ 114 فولت. وهون قديش عندي؟ 120 فولت. وعندي 6 فولت رح تكون على هذا الريزستور. هلا السؤال بيقول ايش السرعه لازم يمشي عليها حتى يتكون؟ مش هذا صار جنريتر؟ مش هون صار عندي جنريتر افكت؟ مش هو بيتحرك عماله بسرعه معينه؟ راح يتكون فولتج عبر هذول التيرمينالز الاثنين اللي هون. ايش القانون تبع الاي انديوست؟ في 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 بتساوي في فيلوسيتي في دوت ال. هلا دوت ال لون هاي ما فيش فيها مشكله لانه هي الزاويه عم تتحرك هو الزاويه بينهم زيرو. فإذا صار عندي خلينا نطلع على V مش معروفة بدي أحسبها B.1 وإلا قديش؟ 10. وهذا بده يساوي 114. إذا V بدها تساوي 114 على 1 تساوي 114 متر بير سكند. قديش سرعته V of 0 كانت لما بدأ؟ 0. وكان الكرنت E of 0 كان 400 أمبير. قديش صارت V of infinity؟ 114 متر بير سكند. قديش صارت اي انفينيتي؟ 20 امبير. يعني اللي راح يصير الان راح يبدا من زيرو سبيد. هاي في اوف تي راح يبدا من زيرو سبيد في اللحظه اللي بسكر فيها السويتش. في البدايه سرعته راح تكون عاليه، يعني التغير الفورس عليه عاليه، راح تبدا سرعته تزيد. هلا هون راح تصير سرعته 114 متر بير سكند، هون سرعته راح تكون 0 متر بير سكند. هاي السرعه اللي راح يستقر عندها. الكرنت في البداية راح يكون 400 وراح ينزل بعدين من 400 أمبير ل 20 أمبير. لازم تصير بالعكس طبيعي. إيش الرسمة؟